أكادير تي في. أكادير تي في، جريدة وقناة في عنوان واحد. أن يشكل في بعض الأحيان تراجعا عن بعض الحقوق، خاصة في مناقشتنا للقانون 1388. ما يهمكم الآن، وأرى أنه في جميع الندوات وفي جميع الورشات التي كان لنا شرف حضورها وتأطيرها، هو أن أغلبية الحاضرين هم أصحاب مواقع إلكترونية، وسهولة وجود جريدة على دعامة رقمية يختلف عن مقاولة تعتمد على الورقية، فشكل ذلك تراجعا للورقية في الأسواق مقابل إمكانية المواطن ولوج المعلومة الإخبارية والمعلومة العلمية والاقتصادية بسرعة من خلال كما قلت الضغط على بعض أزرار بعض المواقع، بل وأكثر من ذلك أصبح من السهولة الاطلاع على مجريات العديد من المواقع الغربية وعلى الجرائد التي إلى جانب أنها ورقية تعتمد على مواقع إلكترونية لنشر أخبارها، مما يعد بطبيعة الحال تكلفة لا يكلف أي تكلفة، بل هو مجانية الولوج، عكس أن تذهب إلى الأسواق وتشتري جريدة بثمن أو سعر معين، أو جريدة أجنبية قد يتجاوز سعرها 40 أو 50 درهما. سأعطيكم في البداية ما يهمكم كباحثين عن الوصول إلى ما يخفي هذا القانون، إلى هل هذا القانون فعلا قد تمكن من سد الفراغ الواقعي في الإعلام الإلكتروني. لا يمكن أن في نظري أنه هذا النقاش ديال 5 قوانين أن نلخصها في المادة 16 فقط المتعلقة من القانون 1388 المتعلق بقانون الصحافة والنشر، والمتعلقة أساسا بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر بالنسبة للمواقع الإلكترونية، لأن أيضا عندما تعددت على الصحافة الإلكترونية فالقانون أيضا يلزم الصحافة، لأن في نظري الصحافة المكتوبة كتعني الإلكتروني والورقي بجوج. بالنسبة للورقي أيضا يتحدث على تأهيل المقاولة، يتحدث على الشروط القانونية داخل حتى الورقي فيما يتعلق مثلا بالشروط مثلا في الانتخاب في المجلس الوطني للصحافة، يتحدث المشرع على الشروط الواجب توفرها في أي مؤسسة صحفية، بالنسبة لليوميات، بالنسبة للدوريات، بالنسبة للجهويات، إلى غير ذلك من الشروط التي يمكن أن تؤهل. يعني أنه هذا الرزمان القانونية يجب قراءتها مجتمعة من أجل أولا إعلام يستجيب للمرحلة، يواكب التطورات الإعلامية، يحافظ أيضا على 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 أوضاع الصحفيين المهنيين. أول خطرة في إشارة أخرى، أول خطرة أن القانون يتكلم على 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 التنصيص، على الدعم العمومي للإعلام العمومي، يتحدث أيضا على إمكانيات الصحفي أنه أثناء التقاضي إلى عنده شي دعوة داخل المحكمة أنه يدلي بوثائق جديدة أثناء المحاكمة ديالو، عكس القانون السابق الذي كان يجبر الصحفي بالإدلاء بالوثائق المتعلقة بدفوعاته 10 أيام بعد توصله بالاستدعاء الأول للمحاكمة. هذا تطورات يمكن أن تساهم في تطوير تسجل لهذه المدونة بشكل إيجابي، وأنه تم الاعتراف وتم التنصيص على أن الصحافة هي مهنة. هذا معطى أساسي جدا، معنى أنه الصحافة أصبحت مهنة، بمعنى أنه لا يمكن أن نجمع بين المهن، بمعنى أن هذه المهنة هي مهنة قائمة الذات، بمعنى أن ما يتأسس على هذا القانون
يعني يتأسس عليه مجموعة من 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 المقتضيات التي لها ارتباط بأن هذه الميناء أصبحت مهنة مستقلة بذاتها. وعندما نقول مستقلة بذاتها أي أن هناك مقتضيات للولوج إلى هذه المهنة ومقتضيات للخروج منها، وهناك آلية لتنظيمها. من ناحية هذه الصفة ديال صحفي مهني، من طبيعة الحال تعتريها واحد مجموعة النقائص، ولكن على مستوى النص القانوني صفة صحفي مهني تخول صاحبها أن يكون مؤهلا لإدارة النشر. من طبيعة الحال هذه المعضلة دابا اللي كاينة عند المواقع الإلكترونية، أن ما عندهمش مدير نشر. ملي كيقول مدير نشر هذاك اللي هو مكلف بالموقع، ملي كيقلب راسه إما ما كيلقاش عنده الإجازة، وفي الغالب الأعم عنده الإجازة ولكن ما عندوش الصفة ديال صحفي مهني. وهنا كما يقال وقف حمار الشيخ في العقبة. بالله عليكم البرلمانيين شحال كيشدوا؟ يا كيشدوا 3.5 مليون ياك. اش كيديروا البرلمانيين وعندهم الحصانة؟ اش كيديروا؟ كيشرعوا. الصحفيين خصتهم تعطاهم نفس المؤهلات، نفس الضمانات الاجتماعية والقانونية باش ينشروا الوعي في المجتمع. فأمتى ملي كتنزل، ملي كتولي الصحافة غير قابلة أن تنزل إلى مستويات اللي كيولي فيها الصحفي محكوك في الكرامة ديالو. إذا كان الصحفي محكوك في الكرامة ديالو ما عندوش باش يكمل الماكلة ديال الشهر ديالو والمدرسة ديال ولادو، ما تنتظرش منه غادي يأثر لك المجتمع ولا غيعطيك واحد الخبر اللي هو ما فيه لا تصفية حسابات لا أجندات لا والو. ما يمكنش ويستحيل، لأن الإعلام هذا هو ديال الخاصية ديالو. إلا ما كانتش واحد الاستقلالية مالية واستقلالية فكرية عند الصحفي، واحد الضمانات اللي هي مجتمعية، ما تنتظرش منه يدير شي حاجة. فهمتي؟ بالمختصر المفيد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا فلاش فين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم. أكادير تي في، جريدة وقناة في عنوان واحد. أكادير تي في.